السلام عليكم بالمرح محمد معكم مدرب عدا حكام عندي واحد النقاش مع العصبة الشرق لعب القوى بمدينة وجدة مع مدير تقني مهم جد قلي هذا مدير تقني خرجت له السلام السلام قال لي سي بالمرح واش كتسال شي حاجة لعصبة الشرق بمدينة وجدة قلت له بغيت نعرف علاش راك تسول هذا السؤال قال لي بغينا نعرفو قلت له انا كنسال عامين تاع التحكيم قال لي واخا قلت له هذا هو علاش سولتني واش جاو الفلوس لا قال لي ما جاش المهم انا ماشي هو قال لي رضا مازال ما كملنا الهضره قلت له واخا واش السن معطي كاين قال لي المهم فكرنا فيك باش نحلو هذيك الكافيه هنايا نهدمو هذاك الشرجام نديرو واحد الكراج قلت له واه مرحبا راني قابل الله يحمي الوالدين من فكرتو فيا قال لي المهم غادي نديرو شي مرة تسيق تما غادي تبقى تخلصها قلت له ممكن انا معاك في هذا سميتو قلت له كاين السي المعطي حتى انا عندي واحد الشروط قال لي واش هو هاد الشروط اللي عندك قلت له انا كنسال 14 عام كنسالها فلوس انا بغيت نعرف فلوسي فين مشاو نطق هو قال لي ما كتسال والو قلت له واخا ما كنسال والو السي المعطي قال لي ما كتسالنا حتى شي حاجه قلت له واخا بينات لنا المحكمه انا المهم درت اجراءات نتاوعي مشيت عند المحامي درت هذاك الشيء من هنا المحكمه حكمت لي انا بثمانيه مي حكمت لي بثمانية كنفاجأ في الاستئناف الاستئناف ما حكمت لي حتى بشي حاجة ما بقيت نسال حتى شي حاجة لا حتى هذيك الثمانية مشات لي ما بقيت نسال حتى شي حاجة درك أنا كنطلب هاد المسؤولين والناس اللي تسمعني وهاد الرياضيين وهاد الشيء هذا الله يحمي الوالدين الله يحمي الوالدين الله يحمي أنا باغي هاد الناس يعطوني رزقي 15 عام وانا هنايا في الحلبه كنعسس كنخرج الماتريال كنحل لاصال مي كتكون كومبيتيسيون كنتراسي نخرج ليه على ظهري نستف لهم ليه هاد الناس هذا انا ما عرفتش واش بغاهم عندي الله ما عرفت المهم انا كنطلب من هاد الناس يعطوا لي رزقي الله يحميكم الوالدين انا دائما دابزه هنا في الحلبه مع السكيريه انا صرالي ماشي مره ماشي جوج تعرضت التهديد هنا مع الناس المقاطع السيوفة كلش كنسقي الغازو نحش الغازو كلش ودرك هاد الناس كيقول لك ما كتسهلش وما خدمتش معانا والمشكل الكبير كاع الكبير الكبير كنفاجئ بواحد سميتو كانوا داروا واحد اجتماعي صغير بيناتهم والعساس المدير تاع الحلبه وواحد السيكيريتي جابوهم هما ما عارفين السيكيريتي تاع لابيسين ما عارفينش هما ما قراوش هذيك الورقه الله اعلم مانيش عارف انا واش قراوها ما قراوهاش الله اعلم وكيدخلوا كيكتبوا هذيك الورقه بي انايا جيت فرعت الباب ودخلت ما عرفت حتى شي حاجه من هاد الناس هاد العصبه هاد عصبه الشرق ما عرفت منها حتى شي حاجه المهم هذوك الناس كيجيهم واحد السيد منا قال لهم واش عرفتوا واش درتوا واش درنا منا هذيك الورقه راه مزوره ها واش كاين ها واش كاين علاش هذاك المدير تاع البارك تاع لابيسين فين كان مسبق كان في مدير في السونتر تاع البارك كان هو في السونتر تاع البارك وفي التالي رجع للمدير تاع لابيسين
هو اللي دار هذا بالبلبله كامله تاع التزوير تاع هذه الورقه هذه. وفي الثاني ملي مشاو هذوك الناس قراو هذيك الورقه قالوا له ريد السيد هذا خدام مع العصبه، حنا نشهدوا به بلي كان خدام مع العصبه، والمعطي هو اللي كان يجي يخلصوا يعطيه فلوسه، كان يقول له سني ويعطيه فلوسه. درك انا كنطلب من هاد الناس هادو الله يحميكم الوالدين يعطوني رزقي، يعطوني رزقي ولا يشوفوا شي حل اللي يديروه. والانديه كامله تاع وجده تلعب القوى راها معايا كاع شاهدين، كيقولوا لك كيقولوا له هذاك السيد كيسال وخدم اعطيه رزقه. لا الانديه لا لي زاتليت لا المسؤولين لا المدربين لا الرؤساء تاع الانديه كلش راهم معايا شاهدين بهذا السيد راك خدام هنا. وهاد الناس كيقول لك حنا ما خدمت معاهم ما والو. والسلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.